في الفيديو ده احنا هنجرب بيبسي، بس بيبسي مختلف ازاي؟ عشان مرسوم ميسي. انا ما اعرفش يعني المفروض ان هو يطلع مختلف ولا ايه، بس انا مش عامله الفيديو عشان البيبسي، انا عامله الفيديو على الناس اللي بتتريق ان انا بشرب الحاجه ساقعه او المشروبات في كاس. فعلا في حد بيشرب حاجه ساقعه في كاس؟ حاجه غريبه قوي. ففي الفيديو ده انا جبت كوبايه على قدي، تمام؟ جبت الكوبايه دي، ما اعرفش اذا كانت ظاهره لكم ولا لا. تعالوا نفتحها. بسم الله. تفتكروا تيك توك هيقبل الفيديو ده عشان بصب قدام البتاع؟ بسم الله. لا كفايه كفايه كفايه. يلا بسم الله. الصودا بتاعته قويه جدا بس حلوه، الكوبايه جميله جدا بحبها. الفيديو ده هيكون عقاب لكل واحد وواحده قاعدين على التيك توك قبل الفطار. دي ميه ساقعه مشبره اهي، بسم الله. الميه الساقعه في عز الحر تحفه تحفه تحفه. انا قلت بسم الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناتي على اليوتيوب، هحط لكم الاسم. ناس كتير كتبت لي في الكومنتات ان انا اكل عسل، فجبت عسل اسمه شانا، تقريبا اسمه شانا. انا هفتحه واجي لكم تاني. قبل ما افتحها عايزه اقول لكم ان العلبه من جوه فيها خليتين تقريبا او ثلاث خليه، انا مش عارفه، انا هفتحها واوريها لكم. هي العلبه بتتفتح من هنا كده اهو، ده شكلها من جوه، شكلها تحفه. كانت هتقع، كانت هتقع البتاع، كانت هتقع. ثواني اقطع حته واجربها معاكم. بتاع كانت هتقع اهي، مش عارفه اطلعها، معلش اهي. بسم الله. طعمها حلو، طعمه جميل، طعمه تحفه تحفه. لو حطيناه على الزبادي هيبقى طعمه تحفه. لو انت او انتي حد طبيعي زيي، مع اني مش طبيعيه وانا عارفه، هتاكلوا اي جزئيه من البطيخ. بسم الله. لو انت حد طبيعي هتعمل كده اهو. لو انت حد طبيعي، انت بسم الله صح؟ اوكي. لو انت حد مش طبيعي هتاكلها من هنا. حاسس بيعمل كده، بتتاكل من هنا صح؟ صح ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنت. تصدقوا طلعت مسكرة؟ ما شاء الله والله طلعت مسكرة. خلاص اعتقد ده كده اخر فيديو عشان اروح اكل جنبه سندوتش جبنة. النهاردة هنعمل حاجة مختلفة، هنعمل جيلي بالفراولة. يلا بينا. العلبة جواها الكيس ده، دي البودرة اللي جوا الكيس، هنحطها كلها في الطبق ده. هنحط كوبايتين مية سخنة، بعد كده هنعمل بالمضرب علشان البتاع كلها تبوش مع المية. انا صبيت الجيلي في بتاعة الكب كيك، محدش عملها قبل كده في الوجود، صحيح؟ المهم يعني هنسيبها لحد ما تبرد وبعد كده ندخلها التلاجة. بعد ما تبرد حطيت في الاخر عليها كريم شانتيه، وبكده التجربة ما شاء الله باظت. يلا نجربها. بسم الله. يا طعمها وحش ماما. وانا صغيره كانوا بيتريقوا عليا علشان انا كنت بلبس نظاره، كانوا بيقولوا عليا ان انا ام اربع عيون. كانت الكلمه بتضايقني قوي لحد ما لقيت ان احنا مميزين جدا، احنا عندنا اربع عيون، عندنا اتنين عين واتنين عين كمان، فاحنا احسن منهم. هم عندهم عينين بس، احنا عندنا اربعه. فاي حد بيلبس نظاره يفتخر بنفسه لانه مختلف عن النهارده كان عيد ميلادي 9/4 وما اكلتش التورته اللي جات لي، عايزه اجربها معاكم. دي الحته بتاعتي يعني نصيبي من التورته، عايزه اهي ادوق معاكم الكريمه اهي. بسم الله. دقت الكريمه ودقت الشوكولاته اهي. تحفة تحفة تحفة. أنا بعشق التورتة اللي بيكون فيها مكسرات. جيب لي تورتة.